ça va ça va merci غادي نعاود لكم على واحد القصه بالزربه فاش كنت نقرا كنت كسول هذا مفروغ منه كنت نقرا في واحد المدرسه شكون اللي كان تيقرا معايا في المغنين في التسعينات دخل الاستاذ بالزربه لقانا تلعبوا ويوقف على إيهاب توفيق قال لي الكتاب ديالك فينا هو إيهاب توفيق ما حافظ والو ما كانش مراجع انسى انساني وما تقوليش ما حفظتاني وبلا بلا ويصرفقوا قال لي تنسى الفق في شفتي علي مش حنسى انجي حافظ كداب صرفيق انا تحملته زدتي نسبا كملته ظهري في الحمام كمده كم صعب ضرني راسي ليلى علوي تضحك بيصرف قهوه يجيبها في اصاله ويتقول لي يا مقلوب مش انا ليلى قل لي انا قاع اش دايره يا مقلوب مش انا ليلى قل لي انا قاع اش دايره عاوزني نحفظ لك كل يوم انا كنت جنجب طويره يا مقلوب صويري تياكل كيكس تحت القماطر قال لي الصويرة شتير ويقول لي تمتع بكل لتعاتي وبجودة المخفى صون عيني دانا أكلت فيه غود نخرج في بناتي صويري خرج مشات يجري دخل عند ستاتي القسم لقى ستاتي تقري العونيات شط بصرو تيقول لهم واعطيوني الحريرة والخبز خور وشي شوية ديال اتاي راكي درتي لي انتي القرون يا رزينا فيك ما بغيت خراي ورجي حيدي ما تزيدي تنهار القراءة مشرقة وخاصك تفطر ورجي حيدي ما تزيدي تنهار القراءة مشرقة وخاصك تفطر محمد عبدو جي لنا فينا وكتابك وقف محمد عبدو دار لك لي زرقا التمارين كلها حفظناها لك والدروس اللي ترك صاحبي وجالك والقراءة كلها حفظناها لك ما هنا السنة تمرين التمارين كلها حفظناها لك حفظناها لك حاجة الحمدوية وقفي وقفت أنا وليدي جبدي لي القراءة الصفراء ومنين أنا ومنين أنت يا الأستاذ هذا لي فرت المغرب الدرس اللغوي بزاف عليك هاكي في هاكي في وها والقدمير امول الرياضيات والمعاشيه مول سيونس هاكي في وامي سطرتي وها بكري ويلي يلي هذا دم دم هذا يتصنح فضلك يا ربي عمري ما نقرا لك لو يجيبوا القومة فينا نمسحوا اليوم قال لها غادي تخرجي تجيبي والي امرك دابا دابا قالت لي راه الوالد في الخدمه قال لها دابا تجيبي قال لها دابا تقول لي دابا يجي الكويتا ودابا يجي سال وعيتي نبكي دابا بكسي ما جا
الفمن خراب تنكمل السهرة. إيوا إيوا حاتم عمور حدا شيرين عبد الوهاب شنو قال لها؟ ما حافظاش مسكينة وقلها مشيتي فيها القراءة حفظتيها كنت حفظتي الصفحة واليوم ونسيتيها يلا دابا عقدي ومن الفلق قدي ناري وشنو درتي ومشيتي. قالت لي هي أنا مش بتاعتي الكلام ده أنا كنت طول عمري حافظة والمرة دي أشجرالي أنا ليك ما حافظة غالك سعد مجرد حصلوا يستاذ الدين قل قال لي سعد إيش هذاك الشيء وقال لي أنت معلم وإحنا منك نتعلم من قل وأنت موجود حصلنا عا نتكلم. أحمد شوقي جاي تيجري تيقلب على ميستارتو تيقول لهم كاينه وكلا ما كايناش هي التهية هزت ليا وانا قري في العشيه كاينه ولا ما كايناش اسماء النور قالت لي جلس درتي ليا الطياره درتي ليا الطياره اش هذا عاوتاني وجيتي تاني الدوخه لي يا راسي كلتهم كان صلور قال لي انت كتاب قالت لهم هل راقى شي حد فيكم مستاره مستاره مشات لنا سماجي دخل مالك شدوا الاستاذ من يجي ويقول هم شويه هم شويه هم شويه هم شويه شدوا من يدنيه ويقول لي اوحاح اوحاح غادي تهزو كتبكم وتخرجوا تحت ما باقي يقرا في هذا القسم من دابا ما باقيش تدخلوا عندي هما يوقفوا المغنيين كاملين هما يقولوا ليه دا حلمنا طول عمرنا تبدا تخرج فينا كلنا